زادت صوتية زادت الكسريات طشار السكن طشار السكن دعاب وكل شيء كذا كان ابو داعش بعد والله العظيم عراقيين والله العظيم عراقيين تسمعون دموع الابطال يتسارعون عليه اخو علي شكليه جدوى علي جدوى علي بكم متروسه ساحات تظاهرات بابل شيوخ عشائر بابل تتوافد الى ساحات الاعتصام اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم صوتكم. دعت مفوضيه حقوق الانسان في العراق الى اعلان حاله الانذار الصحي القصوى جيم في البلاد بعد تفشي فيروس كورونا في ايران، وقال عضو المفوضيه علي البياتي بان على السلطات الحكوميه اعلان حاله الانذار الصحي القصوى جيم بعد تفشي فيروس كورونا في ايران، معتبرا بان ضعف الوعي الصحي يتطلب التحرز من انتقال الفيروس داعيا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بهذا الصدد. طبعا اليوم منظمة الصحة العالمية يعني أعربت عن قلقها من تفشي فيروس كورونا في إيران والدول ذات الأنظمة الصحية المتهالكة كما وصفتها. وقال أمين المنظمة تيدروس إدهانوم في مؤتمر صحفي عقد في جنيف بأن المنظمة عينت 4 من المبعوثين لمواجهة الفيروس فضلا عن بعثة مشتركة بقيادة الصين تتوجه إلى مدينة ووهان للوقوف على آخر تطورات تفشي الوباء، معبر عن قلقه من تزايد الإصابات بالفيروس في إيران حيث سجلت لغاية الآن 18 إصابة و4 وفيات حتى اللحظة. طبعا السلطات الحكومية في كردستان العراق أغلقت المعابر الحدودية مع إيران وأوقفت الحركة التجارية والسياحية تحسبا من انتقال فيروس كورونا، وقالت السلطات بأن تعميما صدر من وزارة الداخلية بإغلاق المعابر الحدودية لمنع انتقال الفيروس إلى العراق، وبينت بأنها ستسمح للمواطنين الموجودين في إيران بدخول الأراضي العراقية شريطة فحصهم ووضعهم تحت الرقابة. طبعا اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين كانت قد طالبت بإيقاف السفر بين العراق وإيران من جميع المنافذ بعد اكتشاف أعداد كبيرة من الإصابات بفيروس كورونا في مدينة قم الإيرانية. وأضافت اللجنة في بيان بأن على وزارة الصحة أن تتخذ الإجراءات الاحترازية الضرورية للوقاية من انتشار الفيروس. وقالت اللجنة بأن لديها شكوك بشأن تعمد وزير الداخلية توفير أجواء نشر الوباء بين المعتصمين بهدف إنهاء ثورة تشرين عبر إصدار قرار يقضي بتسهيل دخول الإيرانيين دون أي احتياطات. هذا وذكرت مصادر بأن السلطات الحكومية عادت وعلقت هذا القرار. طبعا البارحة كان الحديث فقط لـ3 أيام لغلق الحدود والرحلات الجوية بين العراق وإيران. طبعا القيادي السابق في التيار الصدري أسعد الناصري قال الذي طبعا جمد مقتدى الصدر نشاطه قال بأن من قتلوا المتظاهرين لن يتخذوا التدابير اللازمة لحماية العراق من فيروس كورونا. وأوضح الناصر بأن السلطة القمعية وأحزابها التي قتلت الشعب بشكل سافر وبمختلف الوسائل ابتداء من القنص ووصولا إلى أسلحة الصيد والاغتيالات والخطف والتعذيب لأنه طالب بحقوقه المسلوبة لا يتوقع أو لا يتوقع منها اتخاذ التدابير لوقاية هذا الشعب من فيروس كورونا. طبعا احنا يعني سلطنا الضوء على هذا الموضوع في بداية الحلقة وأهم المستجدات، لأن الموضوع كما تعرفون
يعني يهدد حياة الإنسان. والفيروس بما أنه وصل إلى إيران فوجب أنه نسلط الضوء عليه في بداية هذه الحلقة. طبعا البارحة احنا مثل ما تحدثنا في حلقة البارحة بأن الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي يعني كان وسم أغلقوا الحدود مع إيران، هذا الوسم كان فعالا وأصبح الأكثر تداولا خلال ساعات في البلاد مع إعلان إيران رسميا وفاة 4 مواطنين في أحد مستشفيات مدينة قم إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد. طالب ناشطون ومدونون عراقيون بإغلاق الحدود واتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة لفحص القادمين من إيران، كما أطلق أهالي النجف دعوات للضغط على السلطات الحكومية من أجل تعليق رحلات الطيران من وإلى إيران لتفادي نقل فيروس كورونا للبلاد، فيما علق ناشطون آخرون على النظام الصحي في العراق عادين إياه غير مؤهل لكشف الفيروس والتعامل معه. طبعا إصابة عدد من الإيرانيين كما أشرنا بفيروس كورونا ووفاة 4 منهم أمر يبدو بأن السلطات الحكومية في العراق لم تتعامل معه بجدية، كما تداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي واليوم هذا حديث الشارع. السلطات الحكومية ليس لديها ما تقدمه على الصعيد الصحي بشكل صحيح بعد 16 عام من الفساد المالي والإداري، وكنا نعرف الواقع الصحي بالعراق. نركز أكثر على الأنباء الواردة من إيران حول الفيروس. حاكم مدينة قصر شيرين قال، وهي تقع غربي إيران، وهو علي أو مراد علي تاتار، قال بأن التبادل التجاري عبر المنافذ البرية مع العراق لا زال مستمرا. أضاف مراد علي تاتار بأن الأنشطة التجارية بما في ذلك تصدير واستيراد البضائع مستمرة عبر منفذي خسروي كما قال، ومنفذ آخر وهو برويز خان إلى العراق، وأشار إلى أن 500 شاحنة تعبر يوميا لتصدير البضائع من حدود خسروي، و 800 إلى 1000 شاحنة محملة بالبضائع تعبر حدود برويز خان الرسمية إلى العراق. طبعا هيئة المنافذ الحدودية كانت قد أعلنت عن منع دخول المسافرين الإيرانيين من كافة المنافذ الحدودية، فيما شددت على إخضاع العراقيين العائدين من إيران لإجراءات وزارة الصحة كما جاء في بيان لها. وقالت الهيئة بأن الاجتماع الخاص للجنة والمعني بالإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار مرض فيروس كورونا ناقش تنسيق الجهود المشتركة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة للتصدي لهذا المرض، وأضافت بأنه تم اتخاذ جملة من القرارات منها منع دخول المسافرين الإيرانيين لمدة 3 أيام من كافة المنافذ الحدودية، مدة قصيرة لا تكفي، معروف بأنه الحضانة لهذا الفيروس 14 يوم حتى تبين على المصاب. نسأل الله أن يشافي جميع المرضى وأن يبعد هذا الفيروس عن العراق. وأضافت الهيئة يستثنى من الدخول المسافرين العراقيين لحين الوقوف على آخر المستجدات، وكذلك ضمان استمرارية دخول البضائع من كافة المنافذ الحدودية. يعني كما أشرنا بأنه وزارة الصحة الإيرانية أعلنت عن تسجيل 18 حالة، وذلك غدات الإعلان عن 4 حالات وفاة بالفيروس. يأتي هذا في وقت اتهم ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي السلطات الإيرانية بإخفاء الحقيقة عن حقيقة انتشار فيروس كورونا في إيران لعدم تثبيط تعبئة السكان للانتخابات التشريعية التي أجريت اليوم. من جهته قال مسؤول بوزارة الصحة الإيرانية بإمكانية انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد، وأشار إلى أنه من المحتمل أن يكون الفيروس انتشر في جميع المدن الإيرانية. طبعا هناك إجراءات من قبل دول أخرى، حيث أعلنت الخطوط الجوية الكويتية وقف جميع رحلاتها الجوية إلى إيران حتى إشعار آخر بعد اكتشاف عدد من الإصابات وحالتي وفاة بفيروس كورونا في إيران. طبعا هذا كان البيان قبل ما يزداد العدد إلى 4 حالات وفاة و 18 حالة إصابة. الخطوط الكويتية قالت بأن وزارة الصحة والإدارة العامة للطيران المدني أصدرت تعليمات بوقف تشغيل جميع الرحلات إلى إيران وحتى إشعار آخر،
تحاشيا لأي احتمال بانتقال فيروس كورونا بين الركاب والمسافرين. كذلك وزير الصحة اللبناني حمد الحسن أعلن عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في لبنان، وقال الوزير في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة بأن الفريق المختص الذي قام بفحص المواطنين القادمين من إيران على متن طائرة تم رصد حالة تعاني من عوارض الإصابة بالفيروس، وتم عزلها ونقلها مباشرة إلى مستشفى رفيق الحريري عبر الصليب الأحمر الدولي، كما أشار إلى وجود حالتين يشتبه بهما تم الحجر عليهما داخل المستشفى. طبعا كذلك هناك حالة حجر على مسافر إيراني أو مسافرة إيرانية وصلت إلى كندا كذلك مصابة بفيروس كورونا. معنا اتصال. نعم، أبو فيصل من السعودية، تفضل أبو فيصل. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أهلا بك. كيف حالك؟ كيف حالك سيد عمر؟ الله يسلمك ويخليك. تحية لجنابك، تحية الكادر القناة، تحية القناة، تحية للشعب، نحيي الثوار في كل ساحات العراق الثورة. بالنسبة للحدود مع النظام الإيراني، مع دولة الشر الإيراني، لا يوجد سيد عمر هو بالعراق حكومة حتى تمنع، وهي الميليشيات هي مسيطرة على العراق، حكومة ميليشيات، لا يوجد دولة. بعدين هي أكبر همها مشكلة هي 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 تجيب المرض للشعب، هي تستخدم الأسلحة ضد المواطنين، هو نظام مجرم لابد منه، ولكن إن شاء الله الشعب العراقي سوف يصد هذا النظام المجرم. أما اهتمام بالنسبة أو منع هذه الدولة، لا يوجد بها دولة حتى تمنع، من يمنع؟ نجاح الشمري ولا هم يقتلون الشعب ويقتلون المواطنين، أو وزير ما يسمى وزير الداخلية هذا المجرم. نظام فاشل بالعراق ولابد من تغيير. وما ما تعرف فهم يطلبون كل النفايات بالخارج تحط بأرض العراق، فهذول خونة عملاء إيران. فالعراق لابد من تغيير هذا، وإن شاء الله الشعب العراق منتصر. وتحية القناة الرسمية. حياك الله يا أهلا بك أبو فيصل من السعودية. معنا اتصال أبو علي من واسط، تفضل أبو علي. السلام عليكم استاذ عمر، تحية. حياك الله يا أهلا بك. الجمهور الراقدين، تحية للعراق، نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يحمي العراق من فيروس كورونا ويخلصنا من فيروس نهبونا وباقونا اللي جانا من 2003 هذا، اللي إن شاء الله ثورة تشريعية راح تخلصنا من عنده. للأسف أنه المستوى الصحي بالعراق متدني إلى درجة كبيرة جدا، بحيث أنه إحنا أقل الفيروسات الموجودة، مو الوباء وإنما العادية ما قدر العراق يكافحها. لكن للأسف نقول أنه مستوى الحكومة الآن بمكافحة الفيروس اللي جانا من أنه عن إيران كدولة، لا نتكلم عن كحكومة، واللي جانا الفيروس منها أي دولة أخرى. قاعد يقول الراقدين لا تجد إيران لا. بالمناسبة أبو علي، يعني تأكيدا على كلامك، هو الدعوة تكون يعني إحنا من نسلط الموضوع على هذا الفيروس، إن كان الفيروس قادم من شخص، إن كان من أمريكا أو إيران أو كندا أو الصين، إحنا نركز الموضوع حتى نسلط الموضوع على هذا الفيروس ونمنعه من دخول العراق. بالضبط. نعم. بالضبط. لأن هم يتصيدون، لأن تعرف أصل كلمة، هم يتصيدون يردون والله ها شوف الرافدين شو تقول، هم هذا هدفهم. لكن احنا مستوى الاستعداد شنو اللي قام به العراق؟ يعني تعرف استاذ عمر انه نعم. في دوله مجاوره، ما راح اقول اسماء الدول، في دوله مجاوره للعراق همنا والايران، تعرف شنو سووا استاذ عمر؟ قالوا اي شخص ممنوع يسافر لايران، واي شخص جاي من ايران يشغلهم بالمطار حجر صحي. وهم دولة متطورة صحيا، يعني متطورة بالخدمات، اتوقع اخي الكريم. وهذا شنو؟ هذا من امس اول ما عاد ايران، طبعا للعلم ايران الفيروس متفشي بس هي يعني متكتمة عليه، وهذا للاسف مصير بعض يعني هذه الدولة وبعض الدول هيك تسوي. لكن انت احنا كدولة شنو سوينا؟ المنافذ الحدودية استاذ عمر هذه الموجودة معروفة، بس اكو منافذ غير معروفة غير شرعية للتهريب، تهريب المخدرات وتهريب المنتجات المسمومة وتهريب المنتجات اللي أساساً ما يعني ما تخضع للسيطرة. يعني برأيك أبو علي، على أي أساس إحنا إذا نتكلم أنه بحسب كلام التقارير الطبية بأنه فترة حضانة هذا الفيروس هو 14 يوم حتى تبين على
المصاب. زين احنا اليوم السلطات الحكوميه تقول لك احنا وقفنا فقط 3 ايام دخول القادمين من ايران. هو احنا مو خافنا شيء، قالوا انتم ما تبون ايران، ما هم اساسا اسياد هم يرضون. هو الوزير من قال ايش كلمه، هو عند يعني قد مسؤوليته ويقول، هل هو استشار يعني استشار الكباريه مالته وقال ما انا سويت ليش؟ هو شنو 3 ايام انت، انا شنو عندك 3 ايام؟ هو يعني فلاوندا هي 3 ايام؟ لا شنو يعني المفروض هم الان حطوا حضانه استاذ عمر سعدت الى 24 يوم، لكن حسب التقارير الصحيه ازيد من 14 يوم والدواء خلص شهر احتياطا، شنو 3 ايام تزيد؟ اكو منافذ استاذ عمر هذه غير يعني غير حكوميه يعني معروفه بس للمهذبين، وهم نفسهم اللي بالسلطه معروفين يهربون المنتجات الفاسده. زين هذا شلون؟ زين احنا هم يجون اكثر الناس تجينا من ايران، تجينا ناس زوار، ما عندنا احنا سياحه بالعراق. زين انتم الزوار من يروح لكربلاء او يروح للنجف، زين شو يسوي بالعالم؟ استاذ عمر هذا يعني كارثه. اليوم المنظمه الدوليه اليوم قالت المستوى المفروض وزاره الصحه بالعراق تعلن انذار جيم. نعم هو اعلى انذار. هذه دعوه. زين طيب انتم كحكومه شنو سويتوا؟ والله صدق 3 ايام شنو مستحمل ايران؟ أنا أشكرك أبو علي من واسط كان معنا. أبو محمد من أمريكا، تفضل أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شو أخبارك أخي؟ حياك الله يا أهلا بك، تفضل. طبعا تحية لك. حياك الله. جميع المشاهدين إن شاء الله ما كرر الخير يعني إن شاء الله هذا الفيروس ما يوصل إن شاء الله للعراق. ايش اريد نفكر يعني من هالاجراءات يا اخي الحكوميه يعني هاي يعني اي درجه يعني يظل استقرار هذا المواطن؟ المواطن البسيط اللي قاعد يروح هاي الشغلات اللي الصحيه والاوبئه ما قاعد يروح يعني على الناس المسؤولين او على الناس بس على الناس الفقراء. يعني ما في اجراء احترازي يعني 3 ايام يمنعون دخول او غلق الحدود مع الايرانيين لمده 3 ايام، اي استجابه تحسن عليها؟ يعني اولا لا عندهم اجهزه لكشف مرض كورونا، ولا عندهم اي وسيله للكشف مبكر عن هذا. فيعني بس اريد اسكت يعني هذا الاجراء 3 ايام، بعد ال 3 ايام يعني راح يكون عادي الايرانيين في المشكله. نعم. يعني ما قاعد افهم يعني احنا هسه مستشفياتنا ادوات ما بيها. يعني ما ادري يعني الحكومه متى يعني تظل بهذا الاستهتار هذا المواطن البسيط. نعم. يعني ما 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 قاعد افهم يعني شنو الحل، وش وقت يعني يظل هذا الاجراء؟ ما قاعد افهم. نعم محمد. أنا أشكرك أبو محمد من أمريكا كان معنا. محمد من هولندا، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لك عمر وبركاته الشريف. حياك الله يا أهلا بك. طبعا احنا العشاء ما تبي مرضى يا حمار، العشاء ما يعني مثل ما قلت اللهم يشفي المرضى، احنا ما عندنا شيء ياهم. نعم. لكن اكو مصاري موثقة بالبصرة حاليا تقول لدخول البضاعة الإيرانية قاعد تدخل. والايرانيين قاعد يدخلون بشيء طبيعي يعني بصوره طبيعيه. واصلا بالعراق ماكو اجهزه تكشف هذا الفيروس اكو عمر. يمتين بالخمط والبوك. زين؟ يعني حتى اجهزه مال كله تنظيف كله من الدم صار كله ما عندهم. فاكو مصادر موثقه وديتكم فيديوهات حاليا على الواتساب تصورين شلون يدخلون الايرانيين بصوره طبيعيه. يعني يا اخي كومح جار وداه جار. ساعد يزولنا بالاشاد يقتلوننا. ساعد يزولنا مخدرات، ساعد يزولنا فيروسات. فالمفروض يكون منفذ الحدود يكون مراقب ويكون مسدود، يعني حتى مظاهرين اكو متظاهرين سدوا المنفذ الحمر وجت القوات طلعتهم. يعني تصور. وانا بس عندي ملاحظه يا حمار يعني يمكن خارج الموضوع. نعم. اشوف نور المالك باعها يستقبل الوفود. المالك ابو حد العوج، الحكي ما يعرف يحكي. بصفته شنو يستقبل الوفود؟ بصفته شنو؟ بس هذا الشيء تعرفه. قاعد بالكركي احنا نستقبل وفود بالشرطه شنو؟ فالمالكي هو اللي يقود البلاد في عمان، هذول كلهم حاطين ادوات قدام يشوفونا اياهم، هو اللي يقود.
والمالكي هو طبعا اكبر حرامي، اكبر حرامي على التاريخ، اللي هو نفسه يقول تتقاعد بالسيده زينب عنده غرفه واحده قاسمه هي مطبخ هي حمام. زين لك هاي المليارات من اين لك هذا نور الهالكي؟ بس هذا الجواب على هذا السؤال. نعم اخي محمد، شكرا. محمد من هولندا كان معنا، معنا اتصال ابو عمر من بغداد، تفضل ابو عمر. يا الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، يا اهلا بك. حي الله قناه الرافدين وحي الله مشاهدين قناه الرافدين والرحمه على شهداء تظاهر. امين يا رب. استاذ عمر، بالنسبه لموضوع الكورونا الفيروس اللي جاء من ايران، يعني كل الدول اللي العظمى اللي تخاف على بلدها، يعني يجب ان يكون لها وقايه من هذا المرض. واذا كانت هاي الدوله تحب دولتها وتحب شعبها، تمنع دخول اي ناس اللي جاي من هاي الدوله المقابله، وايضا من الدوله اللي يطلع من اجل يروح للدوله اللي بيها صار بيها الوباء هذا المرض هم منع. الان عندنا في العراق استاذ عمر ماكو عندنا هاي الامور، ما عندنا حكومه تخاف على شعبها وتحب شعبها وتحافظ عليها يعني من قبل اي امراض. يعني سبق انه كانت اكو هاي الاطعمه الفاسده اللي قبل فتره بالشاحنات اللي موجوده اللي جابوها للعراق، وكانت اطعمه فاسده ويعني مسممه ايضا وغير خاضعه للاستهلاك البشري. فالحكومه يعني ما سوت شيء يعني للشعب حاسبته هذه المنشا اللي منين اجى ومنو جابها ومن استلمها وعلى حساب منه، فما بين اي شيء. هاي وحده. اثنين، الامراض اللي جاي در واللي جاي تجي، ماكو وزاره الصحه اللي هو نفسه وزير الصحه اللي طلع للتلفزيون ومن وصرح اعلان بانه منع الدخول الايرانيين او خروج العراقيين لايران، فما اي وزير الصحه اي تصريح ما صرح في هذا الموضوع. طيب احنا شلون نترجى من هيك حكومه اللي تخاف على شعبها وتحب شعبها وتحب سلامه شعبها ومواطنيها؟ زين قبل اكو مخدرات اللي موجوده اللي تجي من ايران والزوار قاعد يجيبوها والكريستال وغيره وغيره وما شابه، هذه كلها مواد يعني تدمير البشر. ف مرض استاذ عمر، هاي الحكومه اللي هي قاعده في احزاب السلطه بالمنطقه الخضراء، هاي الامور مستبعده عن الشعب العراقي نهائيا. يعني شلون ما نقول واذا تمرض الشعب العراقي واذا مات، هذا شيء ما يهم نهائيا نهائيا. يعني ما عندهم اي ولاء لهذا الشعب وحبهم للشعب العراقي، فاحنا ما نترجى ابد نهائيا من هذه الحكومه اللي جايه اللي جاي تطمع بالشعب في تظاهراتهم وكل الامور الاخرى اللي موجوده بحياتنا، فما عنده حب للشعب العراقي نهائيا نهائيا. فكيف تقدر تمنع الايرانيين من دخول العراق او الناس اللي موجوده من الشعب اللي هم يروحون لايران من هم احزابهم ومليش متواطنين، فما عندهم اي منع تمنع هذه الاشخاص اللي جايين من ايران؟ مساله عاديه جدا يعني عندهم لا ابالي، ويعني وللاسف للاسف فلازم الشعب العراقي يعني يطلع على هذا الموضوع تظاهره. يعني غير هذا التظاهره، تظاهره عن من وزاره الصحه او المستشفيات اللي موجوده هنا او الاطباء عندنا موجودين هنا، يجب ان يكونون تظاهر لهم، تظاهره غير تظاهر هذه اللي موجودات عندنا في ساحات التظاهر. التظاهر لازم تكون بها وزير الصحه ايضا موجود في هذا الامر على مود سلامه المواطنين العراقيين وحبهم لشعبهم، منع اي شخص يجي من ايران دخول ويعطي اعلان شعار اخر يعني من بعد. نعم انا اشكرك، اشكرك ابو عمر من بغداد كان معنا. مصطفى من مصر، تفضل مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله. نحييكم نحيي الثورة العربية المجيدة. ونحيي نطالب بإغلاق الحدود الإيرانية العراقية وفرض حظر جوي عشان تهكم الطيران الجديدة والعصابات وتهريب المخبات هيجيبون في مطلقات أهلها. كما نطالب
بغلاق الحدود السوريه العراقيه، لان هناك حاله تنقل بين ايران وبين سوريا، تنقل الفيروس. نطالب الجيش العراقي بقيام بدور وطني واغلاق الحدود الايرانيه العراقيه السوريه العراقيه وفرض حظر جوي، لان الفيروس خطير جدا ولا يحتمل العمليه فيها استباحه. فيروس خطير وهيبات فيه ملايين من الشعب الايراني. ونطالب بفرض حظر جوي واغلاق الحدود اغلاق تام. يا جيش العراق ما قوم بديك بدور وطني، انقذ شعبك وانقذ وطنك. وعاش العراق وعاشت الثوره العراقيه. وانا اشكر سيادتك. شكرا مصطفى السيد من مصر. طبعا ممثل المرجعية في خطبة الجمعة اليوم أحمد الصافي قال بأن المؤسسات الصحية تعاني من مشاكل ولا بد من وجود حلول جذرية حقيقية لها، خصوصا في ظل تفاقم خطر فيروس كورونا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نذهب إلى آخر تطورات ثورة تشرين وساحات الاعتصام والتظاهر، حيث واصل المتظاهرون توافدهم إلى ساحة الاعتصام في بغداد والمحافظات دعما لمتظاهري ثورة تشرين على الرغم من قمع القوات الحكومية والميليشيات. يأتي هذا في الوقت الذي يؤكد المتظاهرون رفضهم مرشحي الأحزاب الفاسدة لمنصب رئيس الوزراء واستمرارهم بالتظاهر والاعتصام حتى تحقيق جميع المطالب المتمثلة بإسقاط نظام الأحزاب الفاسدة. معنا اتصال أبو عمر من السليمانية، تفضل أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله يا دكتور عمر، الموضوع تفتح على المتظاهرين، أنا عندي تعقيب على الفيروس. تمام وضع. تفضل. هسه أنا سمعت من دكتور صيني بيحكي، دكتور طبعا صيني، هو ما عاد حسب القسم مالهم يقول عدد القتلى وصل بالصين إلى 1.5 مليون.
وكل هذه الارقام هذه كذب بكذب. يقول عدد المحسورين بالصين 250 مليون. زين؟ نعم. يقولوا ده ينتشر هذا الوباء ده ينتشر بشكل جدا كبير. فهو جاي للعراق، يعني مو كيف انه يجي، انا واحد من العراق وعائلتي عراقيه. زين؟ ابو عمر الارقام بعيده عن اللي دعا تذكرها، بعيده جدا. والله بعد هذا الصيني كذاب. الله اعلم. دكتور صيني كذاب. دكتور صيني هو بنفسه. ربما قال يهدد حياة كذا مليون شخص. لا 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 لا، قال مليون ونص قتيل. زين، و250 مليون محسور، ما حد يقول لك الارقام الصحيحة. يخافون هذا الوباء عقاب من الله سبحانه وتعالى. لأسباب عقاب من الله. مو بلاء هذا بلاء شكل والعقاب شكل. نعم. هذول معاقبين، اما بالعراق وايران الله راح تنتصر. نسال الله العفو والعافيه، وان شاء الله الله يبعد الفيروس عن جميع عباده. انا اشكرك ابو عمر من السليمانيه. ابو بكر الدليمي من بغداد رسالة على الواتساب يقول فيها لم يتغير شيء سوى استبدال حكومه القناصين بحكومه ام الصشم كما يقول. هناء ام جمال من ذي قار تقول والله صامدين وباقين باذن الله وما نرجع لحد ما ناخذ ثار عموري وكل الشهداء الأبطال اللي استشهدوا في سبيل الوطن، وما ننسى كلمة عموري، تقصد عمر سعدون الخفاجي اللي استشهد بالناصرية، تقولوا ما ننسى كلمة عموري، ماكو وطن ماكو دوام. نتابع بقراءة رسائل واتساب. يقول أبو مصطفى من بغداد مجيد العامري المهندس كما وصف نفسه يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قناة الرافدين. يقول والله كنت ما أشاهد قناتكم الموقرة بسبب التشويه الذي كان يمارسه الخونة والقتلة واللصوص، ولكن في المحن أثبتتم وطنيتكم والله وأثبتتم بطلانهم ونواياهم السيئة والخبيثة. يقول حياكم الله وبياكم بموقفكم هذه تجاه الثورة. خذوها مني، سجلت موقف عند علي بن أبي طالب وعند الزهرة أم الحسين عليهم السلام، لأنكم نصرتم المظلومين ووقفتم مع الحق في هذه المحنة، فألف تحية لكم. هندسة البناء مجيد العامري أبو مصطفى من بغداد. أخي هذه من حسنات ثورة تشرين اللي خلت الناس توعى أكثر وأكثر وتشوف الحق بعينها. نعم. شيماء من النجف تقول السلام عليكم أخي العزيز. تقول أقول للأخوة اللي بالمظاهرات إن شاء الله وعون الله تنتصرون على كل ظالم وباطل، واللي ما يريد الهدوء لهذا البلد الجريح. أنا صح تقول ما أتواصل بالمظاهرات، بس كل كياني وياهم، وربي شاهد علي عايشة كل مأساتهم من خلال قناتكم الموقرة. ربي يديمها للشعب. قناتكم قناة صوت الحر. شكرا على عرض رسالتي. رسالة من أم سعد من سمراء تقول تحية لقناة الرافدين الصادقة والكادر. تقول والله الثوار الأبطال، الشباب ونساء الجنوب، رفعنا رأس العراق. ألف ألف تحية لهن. أم سعد من سامراء. أرجو أن تكون الرسائل قصيرة أخوتي حتى أستطيع قراءتها. نعتذر عن استلام المكالمات في الواتساب، موجودة أرقام يمكم، أرقام عراقية وأرقام من خارج العراق ممكن تتصلون بها. نعم. وكذلك بعض الأخوة يرسلون مقاطع فيديو ولينكات وصور، نعتذر عن عرضها. أريد رسالة قصيرة من سطرين حتى نستطيع قراءتها. معنا اتصال. أم عبد الله من بغداد، تفضلي أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. تحية لحضرتك إلى قناة الشريف وكل العراق الشريف. أهلا وسهلا. أستاذ أحشي عن المرض ولا أحشي عن الوزارة؟ على راحتك، أنت رأيك. زين. عفوا. سلامتك. أستاذ بالنسبة لمرض كورونا، أعتقد أنه
يعني يوم مثلا يطلع وزير الداخليه يقول انه الغينا دخول الايرانيين، وبعدين يقول انه الغي هذا القرار. ليش الغي هذا القرار؟ لانه احنا حكومتنا حكومه احتلال، لان كلهم جنسيات اجنبيه، هاي اولا. ثانيا لانه مصالح ايران مرتبطه بمصالح الحكومه العراقيه، اذا صارت ايران فيهم هذا المرض فطبعا عادي راح يدخلون اياه انه حتى يتخلصون من الشعب العراقي، وهذا امل الحكومه مالتنا انه تقضي على اكبر عدد ممكن من الامراض، العفو، من الشعب العراقي. هذا بالاضافه الى هذا انه فلسطين سووا لهم خلال اسبوع مستشفى متنقله وكلها اجهزه، لان احنا عندنا مستشفيات بس في الهياكل، وده يطلبون من حكومه المحافظه البصره انه يستعجلون ويقومون بعمليه هذه تحويل هذه الهياكل الى مستشفيات. هاي احنا وين عايشين؟ عايشين في الصين ولا في امريكا؟ شنو هاي التصرفات؟ احنا ترى احنا بعدين ان هذا المرض استاذ هو يعتمد على المناعه، بالنسبه قوه مناعه الشخص. اذا احنا اثريه الشعب العراقي جوعانين، لا عندهم اكل، لا عندهم مواد اللي تسند نفسهم، زين هذا شلون لا سمح الله ان شاء الله ما يصيبنا هذا المرض ولا يجينا في العراق ولا في الدول العربيه ولا الدول الاسلاميه. زين هذا بالاضافه الى هذا الحكومه مالتنا اصلا تايهه ولا خاله بالها يا من الشعب العراقي. ليش؟ لانه هي مخبوصه بتشكيل كابينه الوزاريه. زين اما بالنسبه للسنه مهمشتهم من 2014 وتركتهم، بقوا انه هو الاكراد. الاكراد يعني اصلا ما راح يعلنون اسماء الاكراد اللي بالوزاره الا بعد ان يحظى بموافقه البرلمان يوم الاثنين القادم. بالاضافه الى هذا، اما الضربه القاضيه هي ضربه القوى الشيعيه في المنطقه الجنوبيه ضد الحكومه، وهي هاي الضربه القاسمه اللي تقصف تضرب بها ظهر الحكومه مالتنا. فلهذا احنا يعني كشعب استاذ احنا المفروض اكو، يعني اذا الحكومه هي مدير النضال ولا هي يعني شو اسمه، فاحنا نطلب من الدول العربيه ومن سادة الشعب العراقي صحيا، لان احنا اصلا ادوات ما عندنا ولا امكانيات صحيه عندنا. ليش الحكومه قدمت خدمات صحيه للصينيين باعتبارهم كاخوه لهم، لكن الشعب العراقي حتى سرنجه ما يقدر ياخذ من المستشفى، وحتى الدواء واحد ما يقدر ياخذ من كله باراشيتول ومهدئات. نعم. وين هذا التقدم؟ وين هذا التطور؟ وين هاي الفلوس والامكانيات الكبيره اللي كان بها الشعب العراقي؟ كلها تروح بالاحزاب، وكلها هي حكومه راح تقوم بعمليه تنفيذ مطالب فتح مشاعرون لا اكثر ولا اقل. انا اشكر شم عبد الله من بغداد كانت معنا. ابو عبد الله من لندن، تفضل ابو عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. اشكرك اخي عمر. اخي عمر، الله عز وجل يقول في القران: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الصينيين المجرمين الذين يعذبون المسلمين في ايغور عذاب، عندما تشوف الفيديوهات واللي كانوا يفعلون وعملوا بالمسلمين، فالله عز وجل عاقبهم بهذا الفيروس كورونا، لان الله عز وجل يقول مثل ما قلت في هذا النص القراني، الله يقول: ولله جنود السماوات والارض. فالايرانيين الصفويين الذين من يوم مجيء الخميني المقبور من يوم من عام 79 ما خلوا الشعب العراقي يرتاح، الله ينتقم منهم، فالله عز وجل ارسل ان شاء الله هذا الفيروس لهم. ابو عبد الله. نعم ابو عبد الله، الشماته يعني هاي ما يصير، خليها ببالك. يعني هذا الفيروس يدخل الى المسلم وغير المسلم، لا سامح الله، ارسل الله يبعد عن جميع الناس، تمام؟ لا، فهذه الشماته مو محلها، حتى نتكلم بصراحه وواقعيه. نعم أخي عمر، الله عز وجل عندما يقول: ولله جنود السماوات والأرض، يعني هذا الفيروس جنود، والله عز وجل يقول: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون الأكبر لعلهم يرجعون. طيب الميليشيات الإيرانية الصفوية الذين يعذبون الأطفال والنساء وقتل، يعني أنت تشوف زين إذا أبو عبد الله. نعم. إذا دخل هذا الفيروس، نعم. إحنا مو دفاعا عن إيران أو غير إيران، بس نكون واقعين. نعم. بالطرح، يعني هذا يا سامح الله اذا اليوم اصاب عراقيين شنو ردنا؟
أخي عمر، نحن كمسلمين نعتقد الله عز وجل يقول لكل داء دواء. تمام أوكي زين، مو يقول النبي صلى الله عليه وسلم اسأل الله العفو والعافية؟ فغير احنا نسأل الله العفو والعافية وناخذ بالاحتياطات وناخذ بالأسباب حتى نبعد أكيد هذا أكيد الأمور، ولا نقعد والله نقول والله ذول حيل الله بيهم صار بيهم هذا المرض؟ يعني هذا كلام مو واقعي. أخي عمر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أصاب طاعون، هذه يعني أيام الصحابة كل شيء، لأن هذا الدين الإسلامي لكل وقت وكل زمان، لأن الله عز وجل هو خالق الكون، هو خالق الطاعون. ما أصاب الصحابة في الشام؟ أي نعم، ولكن قال إذا أصاب ما تخرج منها، وإذا كانوا فإحنا غير نأخذ بالاحتياطات يا أخي أبو عبد الله. أكيد نعم. لكن هم ولا نتشمت بالآخرين. لا الإيرانيين يجب أن لا يسمح يأتوا، إحنا ما نتمنى. أي هو هذا اللي إحنا نتكلم عنه، أي بلد ينتشر به الوباء أو أي حتى أي طيارة أي مسافر نعم يدخل إلى العراق يجب أن يفحص بشكل دقيق. تمام، ويجب أن تقوم وزارة الصحة بتوعية الناس وتكثيف الجهود لمنع هذا الفيروس. هذا اللي يهمنا إحنا اليوم. أكيد أخي عمر، إحنا كمسلمين كعقيدة ما نتمنى للأطفال والنساء والأبرياء سواء كان دين يهودي مسيحي أي شيء ما نتمنى، لكن هؤلاء دولتين أشرار يعني شريرين، يعني يقتلون الناس يعذبون الناس، فالله يعني يعطيهم، لأن الله عز وجل يقول ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فيجب أن يرجعوا. أبو عبد الله من لندن كان معنا، شكرا جزيلا لك. طبعا احنا نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ونسأل الله أن يبعد عنا جميع الأمراض. رسالة من وجدان شرشاب من ذي قار تقول: السلام عليكم، نشكر قناتكم الكريمة اللي تنقل الحدث، احنا ناشد الحكومة في دم الشهداء اللي سقطوا أثناء الثورة، ليش الحكومة ساكتة؟ ملت الشباب والله ملت. تقول: نذكر بكلمة عموري: ماكو وطن ماكو دوام، والله يرحم شهدائنا الأبرار. رسالة من حوراء من الناصرية كذلك تقول: السلام عليكم أخي العزيز، تحية أولا لكم ونشكر قناتكم الموقرة، ونقول ماذا نب هؤلاء الشباب دي يروحون بعمر الورود، ليش؟ الله ينصرهم على ذول الوحوش. تحياتي لكم حوراء من الناصرية. رسالة من أبو أمير من الناصرية صراحة يقول فيها: السلام عليكم، يقول: تحياتي لكم أخي العزيز. يقول: أخي أنا سايق تريلا براد أشتغل على خط إيران، يقول: والله العظيم تفتيش الحدود كل كلاوات وماكو تدقيق، وخاصة الصحة يعني الفرق الصحية اللي موجودة على الحدود تأخذ عينات الفحص يودوها مسواق البيتها، يعني يقصد أنه يأخذون مثلا من الخضروات أو من الأغذية، فلا تقول غلق حدود أو مراقبة أو ما شابه ذلك. يقول أبو أمير من الناصرية، يقول كلها إكلاوات التفتيش بالحدود مع الأسف. نعم، معنا اتصال أم محمد من سويسرا، تفضل يا أم محمد. ألو، السلام عليكم أخو. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بيك. بدي أشكرك كثير وأشكر القناة وصاحب القناة والمقيمين على القناة. وعن جد أنا يعني من اليوم الثورة ثورة تشرين متابعة لقناة الرافدة، والدليل عم نتصل معاكم، هذا أكبر دليل في تواصل. الله يسلمك، احنا نشرفك. طبعا البارحة واحد من الأخوة من الكويت وجه لك تحية. أبو نافر، وحاولت بدي أتصل وأسلم عليه، والأخ مصطفى السيد كمان من فترة لما طلعت مع زميلك كمان وجه لي تحية. نعم. والأخ أبو ناصر، وحاولت الاتصال للأسف ما طلع معي الخط، ضغط ما شاء الله على الخطوط عندكم بالقناة. نعم. بدي أشكره كثير لأخي أبو ناصر، وبقول له لا شكر على واجب، يعني مو أنه مجاملة ولا في نساء العراقيات. عن جد أخ عمر، أنا من قامشلي كردية، أنا قريبة عليكم ساعة ونص، يعني التمر والدبس والصواني والألمنيوم كنا نعيش خيرات عراق بالقامشلي، ما بعرف إذا تندل المنطقة. نعم. وين سوريا؟ نعم، قريبة، منطقة حدودية قريبة جدا. نعم. يعني نفتح التلفزيون كله عراقي، هو عراق على القامشلي. نساء العراقيات أكثر نساء تحملوا الظلم والحروب والمشقة والآهات حروب
وأرامل أطفال وما باعوا شرفهم وصانوا العهد والعرض والشرف. أنا ليش تعصبت؟ لأن واحد ما يسوى النعال صرماية أمرأة عراقية في القوم، إن شاء الله يكون جاله فيروس كورونا مقتطف صدر يجي يتطاول على النساء العراقيات. أنا هذا اللي تعصبت، وبقول لأبو ناصر لا شكر على واجب. كل إنسان حر شريف بده يدافع عن الشعب العراقي الشريف وليس الزيول اللي باعوا شرفهم قبل ما يبيعوا الوطن. أنا بالنسبة لي يا أخ عمر، اللي يبيع شرفه وعرضه بيبيع الوطن، لأن الوطن هو الشرف، الوطن هو الأم، الوطن هو الكرامة. عرفت كيف أخ عمر؟ نعم. فإن شاء الله منصورين، وأنا إلي إيمان بالله كبير جدا، ثورتنا رح تنتصر. بقول ثورتنا لأن بتخصنا نحن، مرضكم نفس مرضنا، والسرطان اللي إجانا من فرنسا بال79 نفس السرطان، قتل أبناء بلدي، دمر بلدي، هجر بلدي، الفرس المجوز. عرفت كيف أخ عمر؟ نعم. فإن شاء الله منصورين نساء وشباب، وصدقني قوة الشعب من قوة الله، وقوة الله قادرة على دمار قوة الفرس المجهوز. شلون أيام الصحابة عمر؟ نعم. الفاروق كسر الفرس ودمر الفرس وحرر فلسطين، كمان الشعب العراقي راح يحرر إن شاء الله. الله يفرج عن العراق وعن سوريا ويدمر المجهود. نعم. بإذن واحد الأحد إن شاء الله. الله يفرج عن العراق وعن سوريا وعن جميع بلدان العرب والمسلمين. أنا أشكرك أختي أم محمد من سويسرا. أبو ناصر من الكويت، تفضل أبو ناصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك أخي. أقولها يا حفيدة صلاح الدين الأيوبي، أنت تاج على راسي، أنت وكل حرة أصيلة من أخواننا الأكراد، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم باسمه العظيم أنه يرفع كل البلاء، مو بس عن العراق وسوريا، أخواننا الروهنجيا، أخواننا المسلمين بالهند، أخواننا في أفريقيا الوسطى، انقتلوا مرة مسجد انقتل أكثر من 25 واحد. نعم. ولا حد يدري عنهم. اخوان اهالي في ديالة ايش اسمه هذا هادي العامري قتل اكثر من 60 شهيد وهم ساجدين لله، ما حد اهتم فيهم. نعم. صار انفجار الخوارج داعش، واحد من داعش فجر مسجد الصادق بالكويت، مؤمنين من الشيعة وهم راكعين قتلهم وهم راكعين. نعم. من حقها الناس تدين وتشجب، لكن اللي أدانا واشجبه من دول العالم ودول العربية مسجد تفجير مسجد الصادق، ما أدانا والمسجد اللي بديالة اللي اقتلى هادي عمل المجرم أكثر من 60 مسلم هم ساجدين. الله يرفع البلاء عن كل أمة الإسلام. آمين يا رب العالمين. ويولي المسلمين خيارهم ولا يوليهم شرارهم. نعم. وأنتي وكل حرة من العرب والأكراد وكل مؤمنات تاج على راس ابو ناصر. الله يسلمك. انا اشكرك ابو ناصر من الكويت كان معنا. وصلنا الى نهايه هذه الحلقه اعزائي المشاهدين، شكرا لكم والى اللقاء باذن الله.